Zij is goed. Zij is goed. هيا بات والحمد لله الحمد لله الحمد لله. واحد عنده قريبة شهر توا ونص ما خرجش. الحمد لله خويك خرج والقرارات خلي واحد اليوم يخدم سيدي ويمشي اموره منظمة. ايه مصلي على النبي يا ودي فرحان انا يا مولدي. وانفا واحد خرج بعض الحجر الصحة يا اخويا خل ندور الفرنك وندخله شوية فلوس. واحد معاش خالد حط على شقان 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 فترة. او خي ان شاء الله زينة. تو متأكد انت بات ما يقلقنا حد تو في الخروج ودي بيصير ما يقلقنا حد. ما قالها الوزير قال لك جماعة المهن الصغرى ينجموا يخرجوا يخدموا نهار اثنين اربعة ماي اي خويك هو واحنا تو نتسموا تابعين جماعة المهن الصغرى. اي بيصير تابعين المهن الصغرى انا وياك. اي سيدي هاك معايا وتو تشوف وما فما حد يوقفنا واللي وقفنا يضرب لنا على الطيارة. يا خي حصر على كلمة يضرب لنا على الطيارة تو عاد طيارات كل واقفي ما عنده حتى عشنو يضرب لنا. حوت عليك بيت واش عندك تكنولوجيا طلعت تفهم خيف الخطابات. سس هاي دورية ذي سس ان شاء الله خير. اسمعني مولدي كلمة ليه انت خل نتصرف معها مين انا عوينة. هي بطبيع بطبيع عندك انت هاي حتى ما سنتور لبس. هاي سيدي صباح النور صباح خير نهاركم سعيد مبارك. سلام عليكم معلم يا اخويا ان شاء الله نهارك سعيد كل عام وانت حي بخير ورمضانك مبروك يا سيدي ويعطيكم الصحه وربي يعاونكم. مساكن والله تعبين طيب في الكورونا انتوما. بارك الله فيك يا سيد. قول لي خارجين تحوسوا انتوما؟ لا نصلي على النبي يا معلم خارجين نخدموا بهيشي لا نحن النظام القانون ما نلعبوش يا اخويا. هيا باهي انتوما تخدموا معناها حسب ما فهمت اش تخدموا؟ نخدموا تابعين المهن الصغرى. ما قالوا المهن الصغرى يرجعوا يخدموا اليوم هون ياز معلم شريكي وماشي نخدموا مهن صغرى نحن ننظرنا في جوه نظارين مهن صغرى. باهي شو اسمك انت يا زين؟ باتة شنوة؟ باتة الباهي. فهمتك. وقل لي انت بير ولا امبير؟ مصاب يا معلم مصاب يا اخوي مصاب نجي بير حتى العرس يبالي في العرس ورصات لي وخرنا بعد الكورونا. لا ما زلت عازب انا لابير لامبير لابير لامبير. لا ما فهمتنيش دار فيك انت معناها نقصد بير ولا امبير؟ فهمتك يا معلم ما غير ما تعود لي فهمتك. طيب نحكي لك الحكاية كنت باش ناخذ سوار وفي بالي من هنا لاخر العام حول لي نولي بير ونجيب فاسبوك يا اخي شيء ما نكتبش خرا باي تنفسر لك بالعربي. انت زوجي صلي على النبي يا معلم شنو هي اللغه يا ودي بايش شنو قال لي انت زوجي ودي شنو رمضان استغفر الله يا ربي نعرف شرطه في خدمه المواطن شنو قال لي زوجي شنو باش تولي شرطه تاخذ في المواطن. صلي على النبي يا معلم شنو هي اللي ما فيهاش عيب هذيك كانك زوجي قول لي زوجي. لا يا ودي صلي على النبي هذاك اللي مازال قول لي زوجك يا ودي لا باش ناخذ سوار انا ملا فردي انت. والله ليه يا ودي صلي على النبي يا ودي لا درت لك بفردك لا مسيتك انا يا ودي في الكربه ما بطل يا ولدي مش ورينا تهمه. قلت لك هبهت من الاول متاكد نخرج ولا انت شنيا انت لا فاهم لهذه لا فردي لا زوجي لا بير لا امبير ما عادش فيها شيء يا استاذ. نقصد معناها بطاقة تعريف متاعك من الاخر النمر متاعها فردي ولا زوجي؟ فهمتك النمر بطاقة تعريف متاعي والله ما نعرف يا معلم ما نعرفش اي سبا بطاقة تعريف النمر متاعها فردي. فهمتك فردي معناها تخدم كل الايام الفردية. لا ونجم نخدم الايام الزوجية. كيفاش؟ ما هو بطاقة تعريف فردي والفوتوكوبي متاعي النمر الاخر يولي زوجي هذيك هي الحكاية. يا باهي مالا سيدي واصل ريك يا باهي يا دخلت بعض يا مولدي قتلك ما لعبنا حد يا ولدي امورنا منظمة. هاي يا سيدي هاي هو مازال كان دبروا مهنة حرة وصغرى وتولي امورنا منظمة. صل على النبي عليك يا باهي. سايس خوك سايس خوك.